من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي. دعك مما مضى وأقبل على الله عز وجل فيما بقي. أقبل، أبواب السماء مفتحة، أبواب السماء مفتحة، أبواب الجنان مفتحة، أبواب النيران مغلقة، والعشر لها خصوصية، كلنا يرقب وينظر ويدعو ربه سبحانه وتعالى أن يوفق لليلة القدر لقيامها إيمانا واحتسابا. فمن قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه العشر ربما يسعد فيها محزون، وربما يغفر فيها لعاصٍ، وربما يعود فيها آبق، تجاب فيها الدعوات، وتغفر فيها السيئات، وتقال فيها العثرات. شأنها عظيم، شأن هذه العشر عظيم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءت العشر أحيا ليله وإيقظ أهله وشد المئزر. ما كان ينام بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر، كان يجتهد ما بين الصلاة والذكر والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء لله سبحانه وتعالى. عسى أن توافق ساعة إجابة فيرفعك الله سبحانه وتعالى، عسى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر، يحيي ليله كله ويوقظ أهله ويشد المئزر كناية عن اعتزال النساء. هذه العشر لا مجال فيها للغو ولا للقيل والقال ولا لكثرة المخالطة. هذه العشر تحتاج منك أن تنكفئ على نفسك، أنت ومصحفك وربك، ما تحتاج أكثر من ذلك. الإنسان في هذه العشر لخطورة هذه العشر يعني يجعل نفسه في حالة مختلفة عن بقية رمضان. ما مضى من رمضان شيء، وهذه العشر شيء آخر. وأنا أنصحك بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنصح نفسي والله، والله هذا أقوله لنفسي أولا. عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، لقي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأخذت بيديه وأقبلت عليه وقلت له: يا رسول الله، من نجا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أملك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. هذه مسالك النجاة. أملك عليك لسانك الذي يتكلم طيلة العام فيما يعنيك وفيما لا يعنيك. أملك عليك لسانك الذي ربما من دون أن تشعر يفري في أعراض المسلمين. أملك عليك لسانك الذي ربما يلغو كثيرا ويتكلم كثيرا فيما لا طائل من ورائه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أمسك عليك هذا، يقول لمعاذ، فيقول له: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا نبي الله. يقول: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ صلى الله السلام والعافية. هذا كان الواحد من السلف يقول: ما شيء أحوج إلى طول سجن من لساني، هذا اللسان يحتاج إلى طول سجن. اسكت اسكت. الصمت في هذه العشر، لا تتكلم إلا بخير، لا تتكلم إلا بذكر الله وما ولاه، لا تتكلم إلا بالكلمة الطيبة. يعينك على هذا الثانية: وليسعك بيتك. لا تخالط كثيرا فتتكلم كثيرا فتسقط فتقع.
قد يتكلم الإنسان بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وليسعك بيتك، إذا لم تستطع فتعال إلى المسجد، اجلس صاحب الملائكة، إن للمساجد أوتادا هم أوتادها، عمار المساجد يشبههم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأعمدة، لهم جلساء من الملائكة، لهم جلساء من الملائكة، إن غابوا تفقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ صاحب الملائكة الكرام، اجلس أطل الجلوس في المسجد، اعتزل الناس في هذه العشر، دعك من هذا وذاك وأقبل على الله سبحانه وتعالى. أتريد ما عند الله عز وجل حقا؟ صادق يعني؟ أنت صادق فيما عند الله؟ تريد أن تتغير؟ تريد أن تخرج من رمضان إنسانا آخر؟ تريد أن تخرج من رمضان وقد غفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك؟ هذه الذنوب والأوزار التي تحملها أثقالا على كتفك تسير بها إلى الله عز وجل، تريد أن تضع عن كاهلك هذه الأوزار والذنوب والمعاصي التي هي سبب الشؤم في حياتي وفي حياتك؟ تريد؟ طيب ضحي، ابذل، اتعب، اتعب نفسك قليلا، أملك عليك هذا. وليسعك بيتك، دعك من مما هو في حكم القيل والقال والمخالطة ونحو ذلك من وسائل التواصل، وأغلق، تواصل مع الله، أكثر من الدعاء والاستغفار والإلحاح عليه سبحانه وتعالى، أكثر، فالله أكثر. وابكي على خطيئتك، هذه الثالثة، وابكي على خطيئتك، هذه العشر هذا شعاره، وابكي على خطيئتك. هذه وصية النبي، هذه ليست وصيتي أنا، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وابكي على خطيئتك. داود عليه السلام، داود، وظن داود أننا فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنام. تعرف داود كما حكى ابن قدامة رحمه الله، ظل ساجدا لله عز وجل يبكي 40 يوما، يبكي. طبعا كانت أعمارهم قليلة، ما تستغربش، لا تتعجب، أعمارهم كانت كبيرة كثيرة طويلة، أنا لا أستبعد هذا والله، وكانت أحكامهم غير أحكامنا تماما. مكث داود ساجدا 40 يوما يبكي عليه السلام بكاء شديدا، يطلب من الله عز وجل المغفرة. ثم ناجى ربه وهو ساجد، يا رب، رقى الدمع وقرح الجبين، وخطيئة داود كما هي، فناداه مناد، يا داود، أجائع أنت فتطعم، أجائع أنت فتطعم، أعطشان أنت فتسقى، أمظلوم أنت فتنصر. شوف الود، لك حاجة. فنحب، شهق شهقة شديدة، وجعل يئن، جعل يئن، انقطع البكاء وما سمع له إلا الأنين. قال فعندها غفر له، جعل يئن حتى غفر الله عز وجل له.